البنت ديالي انا اول مره ما كنتش عارف هذا المرض ديالها. اللي كنت كندير لها كنمشي كناخذ لها الدوايات اللي كان اللي ننصح اي واحد اللي يشوف هذه النقطه هذه ما يبقاش ياخذ الاولاد والدواء بدون استشاره ديال الطبيب اللي هو ما كيعرفش واحد الحاله وكيمشي ياخذها من عند الفارماسيان عادي كيعطي واحد الدواء. اللي كنت انا نخرج على بنتي اللي من بعد 3 شهور عاد عرفت الحاله البنتي اللي عرفتها عندها سرطان هذه باش متبعه بعلاج في الرباط من 17 شهر 4 لحد الساعه مازال متبعين لنا الكونترول ديالها وغادي مع هاد الجمعيه كتجي مي كيكونوا هما في داك الشوب راه الشوب معروف في الساعد المغرب كلشي كيعرفو مي كتكون كيجيو الناس كيشوفوها ما شافوها وطلبوا منها شافوا الحاله ديالها وكانت في المعرض على الفرش قالوا لها شنو الامنيه ديالك قلت لهم بغيت نسوق الترام بغيت نولي شيفوره ديال الترام وهما قالوا لها ان شاء الله وبقات عندها في التاريخ في العقل ديالها لان حتى النهار اللي عيطوا لي صحاب الجمعيه وقالوا لي راه بنتك تمشي تشوف الترام وعجبها الحال إطار الانفتاح ديال شركة الترامواي رباط سلا على الأنشطة الجمعوية والتبادل اللي تيكون عندنا مع الجمعيات ومع المدارس وصلنا واحد الطلب باش نمكنوا هاد الطفلة هادي أنها تشوف الترامواي وتنفتح عليه وتجرب السياقة ديال الترامواي. هاد الطلب هذا نال القبول الفوري ديال لايستيرس ديال شركه الترامواي رباط سلا واليوم حنا جينا هنايا باش نحققوا لها هذا الحلم ديالها وتجي تشوف الترامواي عن قرب وتشوف حتى الانشطه اللي كدار هنا في اطار في مركز الصيانه المتوج بسلا. كنا مشينا عند اطفال اللي مرض بالسرطان وكناخذوا الاحلام ديالهم كل واحد كناخذوا الحلم ديالو. بالنسبه للطفله خديجه كانت قالت لنا بانها كتحلم باش تكون سائقه قطار ترامواي. احنا خدينا داك الحلم ومشينا كتبنا طلب الاداره ديال الترامواي حتى هما اللي ما بخلوش علينا وردوا علينا بموافقه. وكانت مفاجاه للطفله اننا قلنا لها راه هذاك الحلم ديالك غادي يتحقق وانك غادي تصبحي سائقه قطار ترامواي غادي تسوقي الترامواي. الجمعيه تاسست سنه 2009 ومن 2009 كنا كنحققوا احلام صغار اللي ما كناش في كنا على قد الحال كيف تيقولوا. من بعد في هاد 3 سنوات او 4 سنوات ولينا كنخدموا على احلام كبار. مثلا الحلم ديال الطفل اللي بغى كيحلم باش يولي شرطي. الطفل كيصبح كان تيحلم بغى يولي سائق سيارات سباق سياره صغيره ديال السباق. Thank you.